اهلا وسهلا بيكم. اهم ملخص لمسلسل حبيبتي من تكون، الحلقة 72. اهم تلخيص للحلقة واهم الاحداث، بتبدأ الحلقة مع بوليكلي يرد على ساي وبتعود للمنزل وهي حزينة وبتعتقد ديفاني انه بوليكت، وبتنهار عندما ترى ساي ويحاول انقاذها ونداد تسخين الحديث ويقولوا ان بوليكت بيهرب. وعندما عرف أن بهفاني حقا تريد مقابلته اختفى لإخفاء جرائمه، وبتشعر ديفاني بالسوء وبتصرخ في نينداد لقوله أشياء سيئة عن بوليك. بتغضب بهفاني وبتقول لماذا هرب بوليك عندما أرادت إعطائه فرصة أخرى، وبتدافع ساي عن بوليك وبتقول إنه في طريقه بعد المشاكل لهذا حدث ذلك. وفي وقت لاحق بدأ نينداد وأمكار وبهفاني في مناقشة كيفية تغيير المستندات، وبتقول بهفاني إنها تمثل إنها طيبة وبتحب ساي وبولك، ولكنها لن تجعل ساي أبدا بتعتذر لن تجعل ساي أبدا يعثر على بولك. بينما بتشعر ساي ان بهفاني اصبحت طيبة وتغيرت، وبتقلق ساي على بوليكت. بيبدأ الحديث عن بوليكت وبتأتي ساي لهناك وتسألها ديفاني عن بوليكت، وتحاول ساي خلق الاعذار. ثم بيرسل نينار من هاتفه رسالة للخاطف يطلب منه استخدام هاتف بوليكت في ارسال رسالة لساي. ثم أمام الجميع بتأتي الرسالة من هاتف بوليك، وبتسر بهفاني أن ساي يجب أن تقرأ الرسالة أمامهم، وبتقول ساي إنها ستقرأها. وبتبدأ بقراءة الرسالة اللي مكتوب بيها إنه لن يتزوج ديفاني، وإنه تزوج بالفعل من امرأة أخرى وذهب معها الآن. بتنهار ديفاني عندما بتسمع ذلك، وبتهين بهفاني ساي لأنها جعلت ديفاني تطمح ان بوليك سوف تطمع يعني وتطمح ان بوليك سيتزوجها. والجميع يغضب من ساي ويحاولوا تهدئة ديفي، وبتبكي ساي. وبكده بتنتهي اهم احداث.